فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. احتساب ركلة الجزاء، ليس هناك التحام، ولكن هنا الهدف. خلصها نادي مانشستر سيتي. رياض تمرينة رياض وصلت جيزوس عشان يسجل في الدقيقة 80 من عمر المباراة. البديل جيزوس راهن غوارديولا، لكن بص الهجمة السريعة، شوف الهجمة السريعة، بص رياض محرز يا ولد راح وضغط وتحرك حلو قوي. جيزوس أمامنا هو في هذا الموقف، وتمريرة وجيزوس، اوعى التسلل، اوعى التسلل في اللقطة اللي أمامنا هنا، اوعى التسلل. هدف جيزوس في الكرة هنا، فرصة الله 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 الله. نعم، هنا اللاعب الذي يجعل الأشياء الغير مألوفة في كرة القدم من البديهيات. نعم، بالمرور المميز وبالهدف المميز وبالتميز الدائم للأسطورة الأرجنتينية. هنا الثروة القومية لكرة القدم العالمية، ليونيل ميسي، وأول أهداف في هذا اللقاء في وقت استعصت الأمور على البارسا. لكن هنا الحل، هنا الحل بالأشياء الغير مألوفة التي تبدو بديهية. مرور من أمام كرة أخرى من أمام مدافعين، كان المرور بهذه الصورة. كرة ميسي يتقدم عند الكرة، فرصة أخرى، كرة جول، جول. الله 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 الله، من يعانق الخيال دائما عليه أن يسجل مثل هذه الأهداف بسهولة. نعم، ميسي والثاني، البارسا يسجل ثاني الأهداف. نعم، مفتاح الحلول، مفتاح الحلول دائما حاضر في كل مرة، وكلما ازداد الأمر صعوبة كلما حضر وسجل الأهداف بسهولة من خلال هذه الكرة وهذه الانطلاقة السريعة ومن خلال هذه التسديدة. يا سلام يا سلام، هذا البديهي. كرة هنا، الخطأ غير موجود، بينما هنا الفرصة تأتي من أجل الهدف الثالث. جول جول جول. وفي ظرف 39 دقيقة ميسي يصل الهاتريك، والبارسا يصل بفضله إلى الهدف الثالث في هذا اللقاء. نعم، الأمور تبدو أنها متجهة لأن تنتهي المباراة بسهولة لمصلحة البارسا على حساب إيبار. الأخطاء أمام البارسا ممنوعة، وقع الخطأ، وصلت إلى ميسي، مرر باتجاه أنطوان غريزمان، ولكن من يخدم الكرة تخدم العرضية. جول 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 جول. الله 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 الله، يعارق الخيال من يعشق الصعب، لا يريد السهل، هو يريد أن يمر أكثر ويستعرض أكثر ويتفنن أكثر ويمتع أكثر. ميسي، نعم، هنا كما تناديه الجماهير في مباراتك الأولى. مارتن جول، مارتن جول. خمسة، صارت خمسة. نعم، مارتن برايتويت يتوهج في مباراته الأولى. آرثر هو من لماذا الكرة ملعوبة إلى الأمام. إخوانك وأدرادو، جول من التاريخ، من التاريخ. كريستيانو رونالدو، تخضع لك الشباك، يخضع لك المرمى، يخضع لك التاريخ، تخضع لك الخصوم، بل تتوسل لك الخصوم، وأنت الذي دائما دائما تسجل لا تصوم. وصلت إلى ديبالا، ديبالا يلعب الكرة إلى الأمام، خطيرة إلى الأمام. الله، قبل حضورهم الأوروبي يريدون الاطمئنان على وجودهم المحلي، على سطوتهم المحلية، على هيمنتهم المحلية، ولن يتأتى ذلك إلا بالثنائية. لا يتأتى خلال الجميع يتقدم في هذه اللحظات، يلعب تقدم في هذه اللحظات، يلعب كرة. الله، هو أفضل من يتقدم من جانب إسبال. إسبال يأتي بالهدف الأول لمصلحة إسبال، وبالتالي أصبحت النتيجة 2-1. نعم، قلص الفارق من باركلي بابا، وجيرو جول. فعل الفرنسي أوليفييه جيرو يهز
شباكي جول، لوريسو جول، يا لها من لعبة ويا لها من لقطة، جيرو وباركلي وجيرو جول، تهتز الشباك في الربع ساعة الأول، وفي نهاية المطاف يسجل جيرو، هاي اللعبة وهاي القوة، هاي الإصرار وهاي الروعة، لم يكن جيرو في وضع التسلل، باركلي كرة خطيرة، وبابا جول. لعبة عالمية في شكل بلاي ستيشن جول. من أين جاءت وأين حطت؟ من أين جاءت وأين وصلت؟ جاءت من سيزار أسبيليكويتا في التماس، ثم ميسن ماونت، ثم المتميز روز باركلي لتصل في القادم عفوا لم يحقق انتصاره رقم 500 في أويو جول. لاميلا يسجل الهدف الأول لتوتنهام في وقت اختلطت عليه الأرقام، نعم في غفلة من دفاع تشيلسي يفعلها ويسجل الهدف الأول لصالح فريق توتنهام. وين كنت يا روديجر في وقت تلعب الكرة الأمامية خطيرة في الجهة اليسرى، عرضية موجودة وأول أهداف اللقاء. نعم يسجل لدينا ساوثهامبتون لشين لونغ، يعرف تماما شباك أستون فيلا، يا ما سجل في شباك أستون فيلا، لذلك يشرك منذ البداية. شين لونغ يسجل بعد عرضية ممتازة للثاني الثاني سواردول يأتي، نعم يسجل ثاني الأهداف، يفعل ذلك سوارد أرمسترونغ ويطمئن ساوثهامبتون على النقاط الثلاث وثاني الأهداف، وكلين شيت يأتي أيضا الآن بالنسبة لساوثهامبتون. فعل كل شيء ساوثهامبتون في هذه المباراة بالفعل، بكل المكاسب يظهر ويظهر بالنقاط الثلاث ويطيح بأستون فيلا مرة أخرى بعد تقدم يأتي بالنسبة لبيبرينا في اللحظة الأخيرة. أعتقد بأن المباراة قد انتهت. لعبت عالية على القائم القريب، مرة جول لدورتموند من الركنية، يسجل دورتموند الآن لزاجادو، يأتي بالهدف الأول الذي تسبب في الكرة العرضية اللي أتت منها الركنية. ينطلق حكيمي في الأمام، حكيمي وعرضية، جول منتظر لهولاند. يا ولد على هذا الهدف الجميل. And the shot's on here. What a hit it was as well. Matthias Ginter with a thunderous hit. Well, his last goal came against Hoffenheim back in May here. And again against the same opposition with a terrific goal to open the scoring. That was a very, very fine strike. The technique on the volley. Rudy's corner sent in, and the header, it's turned in by Lucas Ribeiro. On his debut, has scored late to level the game for Hoffenheim here. Off the bench to devastating effects. Lucas Ribeiro, welcome to the Bundesliga. And we've said it before, Hoffenheim are really dangerous in the last 15 minutes of game. Oh, goal! سابيتسير مبكرا يفتتح باب التهديف لفائدة نادي لايبزيغ. يا لم تسديد غاية في الروعة. أمامية ديال الكرة، هذه فرصة وفرصة مشددة، فرصة جول. يا روعة هذا الهدف لنادي لايبزيغ مشاهدينا الكرام، هذا ما توقعنا. لايبزيغ سيصل للمرمى، سيسجل مرة أخرى لأنه فيها فوز. في ذا الكرة ثابتا كونكو بالراسو، جول أشتنبرغ. الهدف جاء من المدافع في لحظة انهيار دفاعات نادي شالكي، نعم استسلموا تماما. كونكو هيو مرر، هذه فرصة، أنخيلينيو يدخل، أنخيلينيو فرصة جول.
ابدا ما بعده يبدا يا انخيلينيو انخيلينيو جول ويا روعه الجول من الاسباني انخيلينيو نعم لفائده فريقي لايبزيغ فرصه 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 مشاهدينا الكرام يفعل لايبزيغ مشاهدينا الكرام بجملة تكتيكية من أروع ما يكون من أروع ما يكون ختم فورسبيرغ بهذه الكيفية يا سلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما